في وقفة احتجاجية جمعت كل من الأساتذة والطلبة بعض جامعات الجزائر وعلى بعد أمطار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ندد هؤلاء بقرار الوزارة القاضي بتقديم العطلة الربيعية إلى 10 مارس بدلا من 21 من نفس الشهر، وذلك في بيان رافض لهذا القرار. أهم ما جاء في البيان أننا نددنا ضد قرار الوزاري القاضي بتقديم العطلة الربيعية 25 يوم، وكذلك إقحام الجامعة من أجل الوقوف ضد هذا الحراك الشعبي المميز للشعب الجزائري. نعتبر أن هذه الحركة هي حركة أساسية، لأنها تجمع الأساتذة مع الطلبة في أسرة جامعية واحدة. 2، نعتبر أنها حركة أساسية لأنها تبين أن هناك التحام وهناك اتفاق حول ما يجب أن تكون الجامعة. بعض الأساتذة ممن عبروا عن امتعاضهم عن هذا القرار يعتبر بأنه لا يخدم البرنامج المسطر في بداية السنة الدراسية. قرار هذا قرار مفاجئ وصادم في نفس الوقت. لماذا هو قرار مفاجئ؟ لأنه الأسرة الجامعية كانت تسير سير عادي، والحياة الجامعية والبيداغوجية عادية جدا، فلا توجد مبررات لمثل هذا القرار. بين قرار وزارة التعليم العالي بتقديم العطلة وغضب بعض من الطلبة والأساتذة من هذا الإجراء، تبقى الجامعة الجزائرية تعيش على وقع الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد منذ 3 أسابيع.